المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة ولبنان نحو حرب إقليمية بدت جلية في تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، الذي بعث برسالة تخوف للرئيس الأمريكي جو بايدن ودول الاتحاد الأوروبي، مبديا قلقه من وصول الحرب إلى العراق وتورط بلاده التي تنخرط فيها ميليشيات موالية لطهران، بتوجيه ضربات مباشرة لإسرائيل مع إشعال أزمة طاقة إذا تم استهداف إيران. مخاوف السوداني المتزايدة تزامنت مع حياد الرئيس السوري بشار الأسد ورغبته بعدم إقحام دمشق وفق محللين، لتكون طرفا فاعلا أو عازلا يعيق انتقال الحرب إلى بغداد ومن ثم لطهران، ما ينذر بحسب السوداني بالوقوف على أعتاب منزلق خطير قد يجر المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة تهز الاقتصاد العالمي، واصفا المنطقة بالرئة التي يتنفس منها العالم بالطاقة، مطالبا بمضاعفة الجهود للحيلولة دون الوقوع في شرور حرب لا تبقي ولا تذر. فإسرائيل التي انتهجت مؤخرا تفكيك أي مجموعات مسلحة تعاديها كما فعلت مع حركة حماس وحزب الله في لبنان وسوريا مؤخرا، يخشى السوداني وفق المراقبين مع تكرار السيناريو الإسرائيلي بتوجيه ضربات على الأراضي العراقية كما حصل للحوثيين في اليمن، تصل في نهاية المطاف إلى تصفية زعماء الميليشيات ومواقع نفوذها وتجفيف شبكات تهريب الأسلحة من العراق عبر سوريا إلى حزب الله، ما ينذر بتصعيد مفتوح على كل الاحتمالات. للنقاش معنا من بغداد معا الجبوري المستشار السابق لوزارة الدفاع العراقية، أهلا بك سيد معنا على قناة ومنصة المشهد. إذن يبدو أن هناك تخوف لدى العراق من اتساع نطاق هذه الحرب، وبالتالي يعني انخراط الميليشيات العراقية الموالية لإيران في تلك الحرب. مساء الخير، السلام عليكم السادة المشاهدين. مساء الخير. التخوف حقيقي ونابع من طبيعة الأحداث الجارية حتى اللحظة في العراق. نحن نعلم أن هذه الميليشيات وهذه الفصائل لا تزال تتحدى وتعمل بالضد من أوامر وأمنيات الشعب العراقي، الحكومة العراقية والشعب العراقي، لأن هناك هاجس حقيقة قلق وتوجس لدى الشارع العراقي من أن يقحم في حرب لا ناقة له بها ولا جمل، ويدفع طبعا الثمن غاليا، هو بالكاد الآن يحاول أن يتنفس الصعداء من خلال الوضع الأمني نسبيا. لكن بصراحة الجانب الإيراني لا يزال يلوح ويستعمل هذه الأذرع في أن تستمر من خلال طرحه شعار وحدة الساحات ووحدة المقاومة واستثمار هذه الأذرع في الآن دخول إسرائيل على خط الأزمة. يعني في السابق كانت هناك ضربات للمصالح الأمريكية كما هو معلوم في العراق، كانت تكون باتجاه الأمريكية باتجاه قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد أو قاعدة الحرير، قاعدة عين الأسد إلى آخره. الآن أصبحت ضربات مباشرة إلى إسرائيل، طبعا هذه ستكون لها ردود أفعال قاسية. إسرائيل تمتلك بنك من الأهداف في العراق وأعلنت رسميا بأن العراق. سيد معنى يعني في سياق أيضا هذا التصعيد، دعنا نقف أيضا على بعض الأخبار العاجلة التي ترد إلينا الآن، حيث استهدفت غارة إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، وهناك وسائل إعلام تقول أن طيران الحرب الإسرائيلي شن غارة على حارة تحريك وسط تحليق لطيران الاستطلاع على نحو منخفض فوق الضاحية الجنوبية. أيضا هناك أخبار تتحدث عن استهداف غارة جديدة على الضاحية في منطقة برج البراجنة على ما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام. أيضا مصادر صحفية قالت أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان. ومن جانبه يقول أيضا حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في الجليل الغربي. طيب نعود إلى ضيفي سيد معن الجبوري. سيد معن، إذن التصعيد مستمر، لكن هناك سؤال مهم يطرح، هل
تتخوف اليوم الميليشيات العراقية الموالية لإيران من اختراق إسرائيلي كما حدث مع حزب الله؟ لا يمكن أن يحدث ما حدث مع حزب الله، لأن الجغرافيا العسكرية تختلف أستاذي العزيز. العراق ليس دولة حدودية مع إسرائيل كما هو معلوم، لبنان محاذية وحزب الله في الشريط الحدودي مع إسرائيل، ولكن استهداف هذه الميليشيات أولا كقيادات تعلن عن نفسها ومعروفة، نعم، ثانيا مقرات هذه الأحزاب والتي فيها أيضا أكداس عتاد وفيها المؤسسات العاملة لهذه الميليشيات. ثالثا هذه ستشكل بصراحة دخول طائرات وصواريخ من إسرائيل مباشرة إلى الأراضي العراقية، سيضع الحكومة العراقية في حرج. عملية الرد على هذه الطائرات وهذه الصواريخ والمسيرات سيكون أيضا عامل تحدي إلى إسرائيل. هنا ستكون النغمة الأمريكية إلى الحكومة العراقية، أنتم غير قادرين على كبح جمع هذه الميليشيات والسيطرة عليها من ناحية، ومن ثم هناك ضغط عراقي على الحكومة الأمريكية حقيقة بأن تتريث إسرائيل في معالجة أهدافها في العراق كي لا يقحم العراق في الحرب الدائرة. لكن بالنتيجة هناك ضربة موجهة حقيقة إلى هذه الميليشيات وإلى أهداف منطقات، هناك كما هو معروف مصانع، هناك تدريب من الحرس الثوري، هناك ميليشيات من الحوثيين. وفق قراءتك وفق قراءتك لكل هذه التطورات في المنطقة، إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل اليوم يمكن أن توجه ضربات صاروخية أو غارات محددة ومركزة تستهدف فيها قيادات من الصف الأول في هذه الميليشيات العراقية الموالية لإيران؟ إسرائيل تمتلك الإمكانية واليد الطولة حقيقة في الشرق الأوسط. العراق ضمن الأهداف الممكنة وضمن الأهداف المستمكنة في الضربات الإسرائيلية، لأن مدى الطيران، الصواريخ، المسيرات كلها تستطيع أن تدخل إلى الأراضي العراقية وتحقق أهدافها. لأن الحقيقة العراق لا يمكن مقارنته عسكريا مع الآلة العسكرية الإسرائيلية والإمكانيات، سواء كانت مخابراتيا وهذه ناحية تمتاز بها أمريكا إسرائيل عفوا بالتعاون مع أمريكا، ومن الناحية التكنولوجية والآلة العسكرية كما ذكرت الطائرات F-35، الصواريخ البالستية التي تمتلكها المسيرات بعيدة المدى، طائرات الإرضاع الجوي الذي ممكن أن تحتاجها، هذه كلها عوامل ترجح كفة إسرائيل، وإسرائيل لن تعطي فرصة أستاذ العزيز. هذه ناحية مهمة. هل يمكن أن نتوقع هجمة؟ نعم، هل يمكن أن نتوقع هجمات مشابهة لهجمات البيجر تطال ربما عناصر هذه الميليشيات العراقية في العراق، أو اختراقات سبرانية تضرب بقوة هذه الميليشيات؟ نعم، هذا متوقع، كل الحسابات واردة. إسرائيل تمتلك كل الإمكانيات في معالجتها كما ذكرت لمعالجتها للأهداف، لأن هي لا يمكن أن تبقي جبهة مفتوحة تشاغل إسرائيل وتوقع بها خسائر وتوجه ضربات ما إن كانت غير مؤثرة. حقيقة إذا ما عدنا أستاذ العزيز إلى الذاكرة، ليس بعيد، لا تزال أحداث طرية في الذاكرة، الضربات التي توجهها من العراق، من الحوثيين، وحتى من بعض الميليشيات في سوريا ليس فاعلة ومؤثرة بقدر ما هي صدى إعلامي، وطبعا توقع أحيانا بعض الخسائر البسيطة. لا يمكن مقارنتها على سبيل المثال بحزب الله، ولا يمكن مقارنتها بحماس. إسرائيل تمكنت من حماس، والآن حقيقة حزب الله في موقف لا يحسد عليه. اليوم نعيم قاسم أعلن
الخطاب الذي أعلنه كان يؤشر إلى موقف ضعف. وضحت الصورة السيد معن. يعني أنا مضطر أن أشكرك الآن السيد معن الجبوري المستشار السابق لوزارة الدفاع العراقية.